دكتور مجدي علام خبير شؤون البيئة. دكتور مجدي، هذا ليس شأن مصر فقط، في 6 دول عربية الحرارة فيها مرتفعة جدا، 7 دول عربية، مصر، العراق، السعودية، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، في درجات بتوصل ل50 خاصة في العراق وفي لبنان أيضا. العالم كله حرارة مرتفعة، عندنا الداث فالي في الولايات المتحدة درجة الحرارة 56.7، داخلين في 57، دي منطقة صحراوية في الولايات المتحدة. كلمني عن ارتفاع درجة حرارة الأرض، وهي ايه يعني، احنا فعلا خلاص حد لعب في ترموستات الجو فعلا. لا هو طبعا مش يعني حد، هو اساسا احنا اللي افسدنا الترموستات احنا اللي لعبنا في الترموستات. لانه الحقيقه يعني لم يحدث في ال 500 سنه الاخيره دول كميه حرق الوقود الفحم والبترول لم تحدث قبل ذلك ولن تحدث قبل ذلك. يعني مع انتهاء البترول والفحم في كما بنتوقعه يعني 2045، فما حصلش في تاريخ الكرة الأرضية أنها تعرضت لهذا الحجم من التسخين والحرق والوقود لكل هذه الفترة 500 سنة بنولع في الكرة الأرضية بالبلد. يعني في ال 500 سنة دول عملوا حاجة اسمها تسخين سطح الكرة الأرضية. عشان كده احنا لما بنتكلم يعني طبعا مش بنتكلم على الجزء طبعا بتاع اخواتنا في الأرصاد وكده، لكن احنا مثلا درجة حرارة الأرض كانت مسجلة 16.8 في يوليو 2016، في يوليو 2016 وصلت ل 17.2. ده كان المفروض ان ده كل 100 سنة يحصل هذا الكلام، لكن ده احنا بنتكلم على فرق بين يعني سنتين. وبالتالي التسخين اكثر من قدره الكره الارضيه انها تخففه، لدرجه ان الغلاف الجوي نفسه بطبقاته السبعه منع دلوقتي انه يسرب الحراره اللي ما يطلق عليها يعني الاشعه تحت الحمراء انها تخرج بره الغلاف الجوي، مش عارف يطلعها، فبتسخن سطح الكره الارضيه وبالتالي تسخن درجات الحراره اللي احنا بنشعر بيها. صاحب ذلك بقى يعني ظاهرتين كانوا مستخبيين، يعني ظاهره النينيو ان هو بيبقى فيه تسخين بقى للتيارات، مش بس تيارات الهواء، لمسطح المياه، ومسطح المياه نفسه في المحيطات بيسخن. مع هذه السخونه تزداد نسبه الحموضه في المياه البحريه. يعني مع السخونه دي معناها ان في اكاسيد كربون واكاسيد كبريت مولعت في منطقة ما، غابات وغير غابات وغيرها، حصل تسخين. المهم انه هذا المحيط اللي كان يعتبر برادة وثلاجة لكل هذه الحرارة نفسه هو سخن، وبالتالي بدأت تبقى فيه ظاهرة انه الاسيدك او المياه الحامضة الحامضية تأكل حتى جزء من جلد يعني الاسماك الكبيرة زي الحيتان اللي احنا شفناها على الشاطئ عندنا في مصر، وقدرت بتحاول تهرب تجد بعض الطعام، فتخش على البحر المتوسط تلاقي ما فيهوش اكل فتموت. وبالتالي درجه الحراره مع الحامضيه اثرت في الكائنات الحيه كلها من سطح الكره الارضيه والى حتى كافه الكائنات. هل ده بيأثر على المدى الطويل؟ بيأثر على المدى الطويل. احنا حسبتنا في المناخ كل 100 سنه ما بنبصش في مدار اليوم بكام، وبالتالي ال 100 سنه اللي فاتت كانت 9 من 10، اقل من 1. فاحنا في ال 100 سنه اللي احنا فيها دي 2000 اللي فيها 2023، قلنا ده احنا في 2050 مش هنعدي 1.5. اخر تقرير طلع في مؤتمر المناخ هنعدي في 2050 اكثر من 2.5 درجه. لو عدينا 2.5 درجه الحقيقه هيبقى من الصعب نعمل حاجه. حجم بقى الاعاصير، على حجم ارتفاع درجه الحراره، على قله الغطاء الاخضر، على اختفاء اساسا ثلث الغابات في العالم حاليا، كل ده يا جماعه ما هو بيأثر. ما هو الثوره الصناعيه اللي اتعملت دي كان ليها ثمن، وهذا الثمن ان احنا قضينا على رئه الاكسجين اللي هي كانت بتطلعها ماده الكلوروفيل بتاع الغابات الشجريه. هذه الغابات بالاضافه الى الحرق قطعت البرازيل ثلث حوض نهر الامازون،
قطعتها. وده اللي عمل على فكره سبع سنوات العجاف اللي عملها في افريقيا، وده اللي سبب ان دول زي الصومال والنيجر وغيرها 12 دوله من افريقيا خلاص بقت مجرده، ما فيش غطاء نباتي. لان رغم ان انبعاثات افريقيا على بعضها لا تزيد عن 4% من انبعاثات، والانبعاثات كلها جايه من امريكا والولايات المتحده والاتحاد الاوروبي وغيره. شكرا دكتور مجدي علام خبير شؤون البيئه.